السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هناك أمور وقصص وأحوال تسمعها عن الأمة تفرح القلب وتثلج الفؤاد. طفلة في مقتبل عمرها بلغني عنها من أهل الثقة قصة والله جديرة بأن تحفر بمداد الفخر على صفحات العز والكرامة. اسمها شريهان هاني دلق من بلدنا الحبيب يافا. هذه الطفلة في العام الماضي أخذت كل ما جمعته من حصالتها ثم اشترت فيه ما قدرها الله سبحانه وتعالى من ملابس للأيتام في بلدها. وهذا العام هذه الطفلة قد طورت الأمر من أجل أن تشارك الناس ويشاركوها في الأجر والثواب. فإخواننا عملت بسطة تبيع فيها منتجات من شغل يدها الطاهرتين الطيبتين ومما أفاض ومما أعطاها الله سبحانه وتعالى وبدعم من أهلها ومن ممن هم أولياء لها إن شاء الله. فلذلك يا إخوة فتحت بسطة هناك تبيع منتجات من أجل أن تكون ويكون ريع هذه المنتجات للأيتام هناك. فأهيب بكل الناس بكل من يسمعني وبكل من يستطيع أن يصل إلى تلك البسطة أن يمد يده من أجل أن يعين هذه الطفلة من أجل أن نرسم لأطفالنا نهجا في الحق والعطاء والخير ونقول لهم أولادنا ملاح. طبعا أولادنا القصد بناتنا وأولادنا ذكورا وإناثا. فيا شريهان يا بنتي يا ابنة الخير يا ابنة العطاء يا ابنة كل هذه الأمة فإننا نشجعك ونحييك يا نسمة للخير أيتها الطفلة في جيلك العظيمة في عملك. وإن شاء الله إخواننا الكرام يجعل الله سبحانه وتعالى لأبيها وأمها وأهلها خير الجزاء على هذه التربية الطيبة والخيرة والتي إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون فيها ريع الخير لكل الأمة. وكل عام وأنتم بألف خير.